في حفظ الله ورعايه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تعلن انطلاقتي وتحدي هذا الشوط، شوطنا 19 الذي خصص ايضا لتحدي الابكار. نزير مع مقدمه الشوط وناخذ المركز الاول هملول سعيد اذن لسيد سالم بن سعيد بن علي الاكتبي على قيادة الشوط. المركز الثاني مشاهدينا الكرام على ثاني المراكز محمد بن سيف بن يريو من خلال الشعار الحاضر على المركز الثاني يتواجد. غير على المركز الأول في هذه اللحظة الشهنية محمد بن سيف بن يريو، بينما المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام والقادم سرابه ايضا مطر بن حمد بالشرقي العامري وصلت على المركز الثاني في هذه اللحظه القادمه، بينما المركز الثالث هملوله سلطان بن علي بن هاشم الاكتبي. يا سلام، نعود مع مقدمه الشوط، نعود مع الصداره. لا زالت الشاهنيه مسيطره على المركز الاول لسيد محمد، ولكن التغيير سرابه محمد بن حمد لسيد مطر بن حمد بالشرقي العامري وصل بالدوده، وصل بن الدوده على المركز الثاني، ولكن يسلوك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على القياده وعلى البدايه. سرابه لسيد مطر بن حمد بالشرقي العامري مسيطره على القياده مندفعه بالمركز الاول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله على هذا الاداء الجميل اللي تقدمه ايضا سرابه في هذا الشوط. لحظات وصولها لسيد مطر بن حمد بالشرقي العامري، تهانينا والناموس. المركز الثاني لسيد احمد بن عبد الله بن الدوده كهرمان، بينما المركز الثالث ايضا الشاهنيه محمد بن عكوي بن محمد السلمي. ما التوقيت؟ دقيقتين 19 ثانيه. تهانينا لسيد مطر بن حمد بالشرقي العامري على فوز اسرابه.